أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن فتح باب التسجيل للمعرض المصاحب لملتقى الترجمة الدولي بنسخته الرابعة، واللي راح يقام في الرياض من 3 إلى 4 نوفمبر القادم. الملتقى في دورته الحالية يسلط أضواءه على التواصل الحضاري العالمي من خلال تبادل المحتوى الثقافي وإبراز أهمية مهنة الترجمة ودورها في ربط الثقافات والحضارات. وإلى مدينة أبها، حيث يختتم سوق المزارعين فعاليات أسبوعه الأول وسط حضور لافت وتجارب مختلفة للزوار. ويهدف السوق اللي راح يستمر لمدة 2 أسبوع إلى دعم المزارعين المحليين وتسويق المنتجات الزراعية في منطقة عسير. وتتضمن الفعاليات منصة لبيع الفاكهة والمأكولات المحلية، ومسرحا للعروض الموسيقية، وكذلك ركنا للخط العربي، ومنطقة لأنشطة الأطفال والرسم على الوجه. افتتحت مساء الخميس الماضي مهرجانات بيبلوس الدولية في لبنان بعرض موسيقي استعراضي راقص، وشهد الحفل حضورا واسعا عبر مشاركة أكثر من 100 فنان من مختلف أنحاء العالم على خشبة مسرحه. ويعد المهرجان الذي يحل ضيفنا على لبنان بنسخته الحالية واحد من أبرز الفعاليات الثقافية في العالم، ويستمر لعدة أيام أخرى ليقدم فيها تجارب فريدة لمحبي الفن والثقافة. ومن بيروت إلى القاهرة، بعدما أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تخصيصه جوائز لدعم الأفلام العربية في دورته القادمة، وتهدف هذه الجوائز إلى تعزيز صناعة السينما في المنطقة وتشجيع المواهب الشابة لتقديم أعمالهم. ويعتبر مهرجان القاهرة السينمائي أحد أهم المهرجانات في العالم العربي، ومن المقرر عقد دورته المقبلة بين 13 و22 نوفمبر القادم.